وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد الرائد عيسى حمد الصقر رئيس شعبة الجوازات في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، أكد أن الهدف من إطلاق الخدمة هو تسهيل إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى توفر الخدمة على مدار الساعة طيلة أيام السنة. الهدف الأبرز هو تسهيل إجراءات الخدمات المقدمة للسادة المواطنين، فالخدمة أصبحت متوفرة على مدار الساعة طيلة أيام السنة. كذلك وقت الإنجاز انخفض عن السابق بشكل ملحوظ، والسبب في ذلك الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات المختصة، وأيضا عملية إعادة هندسة الإجراءات الإدارية للخدمة، واللي يعتبر أبرزها إلغاء ضرورة تقديم بلاغ فقدان في مراكز الشرطة وإصدار شهادة الفقدان من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية. وهنا لابد أن ننوه بأن عدم الإبلاغ خاص لحالات الفقدان والتلف داخل المملكة، أما إذا كان التلف أو الفقدان خارج المملكة لابد أن يتم الإبلاغ في الجهة المختصة في كل دولة.